احنا في وقت فعلا مهم فيه جدا منظمات المجتمع المدني يكون ليها مش بس دور كبير ولكن من اكبر الادوار علشان خاطر نحاول نرهب بمجتمعنا ونعدي هذه المرحله، مش بس نعديها كمان نحسن هذا المجتمع للافضل للاجيال اللي جايه. ومين اقدر على تربيه اجيال جديده غير المعلم؟ والنهارده احنا حقيقه عندنا وكلنا معترفين ان عندنا مشكله كبيره جدا، مش بس في المستوى المادي للمعلم واحواله، ولكن كمان في المحتوى اللي بيقوم بتقديمه المعلم ومستوى وجودة التعليم في مصر. وعلشان كده في حملات كتيرة جدا بتقام، ومن أهمها الحملة هنتكلم عليها النهاردة لتحسين أداء المعلم وحل المعلم على المستوى العلمي وعلى مستوى المحتوى مش بس على المستوى المادي. والنهاردة هنتكلم عن حملة مهمة جدا قامت بيها جمعية اسمها رجال قادمون. نسمع على اسم افتكرها جمعية نسائية، لكن هي مش جمعية نسائية خالص، هي جمعية لها أبعاد تانية مهمة جدا. هنعرف أكتر عن هذه الحملة من خلال الأستاذ سماح يقود، مدربة للعلوم الدولية ورئيسة جمعية رجال قادمون. صباح الخير يا فندم. صباح النور. ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. هي رجال قادمون ده أنا حسيت إن فجأة هتفرج على حسين فهمي وسعاد يونس، مش عارف رجال العالم اتحدوا. إحنا نقصد بالاسم دوت خمس صفات رئيسية. أي إنسان إذا اتصف بالصفات الخمسة دولت نعتبره راجل، سواء كان ذكر أو أنثى. الخمس صفات ديت هي معنى المسؤولية، العطاء، المبادرة، التفاؤل، التسامح. تمام كده؟ متى توفرت هذه الصفات نستطيع أن نقول أن إحنا منطلع أجيال، منطلع رجال للمجتمع، رجال قادمون. طيب في مسيرتكم يعني ان الرجال يكونوا قادمون، بتتكلموا على فكره المعلم، وفي حمله بتستهدف 5000 معلم ومعلمه لتحسين وتدريبهم على العلوم الدوليه. بالراحه كده بقى اشرح لنا هو ايه الموضوع. جميل. هو المشروع اسمه الجوده الفكريه بتطبيق العلوم الدوليه. المشروع ده بيستهدف 5000 معلم ومعلمه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. هنا الفكره جديده في ان في ماده جديده اسمها العلوم الدوليه. العلوم الدوليه دي تقدم بها دول كتير، دول غربيه كتير. هي للاسف موجوده في السوق بس بتستهدف الطبقه العليا. يعني نسمع مثلا عن الهبنوسيس، عن التي ال تي اللي هو الكورت، البرمجه اللغويه العصبيه، الان ال بي، كل دي العلوم دي سعرها عالي في السوق، فبالتالي الطبقه العليا هي اللي بتروح تدرس العلوم ديت. فاحنا حبينا هي دي بتدرس اصلا في مصر ولا بيروحوا بقى يدرسوها؟ بمعنى اللي مهتم بيروح مثلا بره في كورسات او كده؟ لا، دي برامج تدريبيه موجوده في مصر، موجوده ولكن اسعارها غاليه. اسعارها غاليه وبتتقدم في حتت معينه اكيد طبعا، وبتتقدم في مراكز تدريبيه متخصصه في هذا الامر. فاحنا اخذنا هذه العلوم وبدأنا ان احنا نتوجه بها للمعلم، لان احنا مؤمنين ان المعلم اذا اردنا ان ننهض بمصر فعلينا ان نهتم باداء المعلم. لما نيجي نتكلم عن مثلا تطوير التعليم او تطوير المؤسسات التعليميه، نلاقي الوزاره تهتم بالمناهج، تهتم بالمباني، تهتم بالتكنولوجيا، لكن حتى هذه اللحظه وانا مسؤوله عن الكلام اللي انا بقوله، هما بيهتموا بالمعلمين، ولكن العلوم الدولية هي العلوم فعلا اللي بتكسب المهارة، هي اللي بتغير القناعة، هي اللي بتدي أفكار وتغير السلوك. عشان كده احنا رايحين بحملتنا نخص بيها المعلم عشان فعلا نحقق النهضة اللي احنا عايزينها. تمام. اخترتوا ان تبتدوا بخمس تلاف معلم، أسس الاختيار دي كانت على أساس ايه؟ أسس الاختيار في الرقم ولا في المعلم؟ في الاثنين. اولا احنا بنعتبر ان دي تجربة اولى للمشروع. احنا انا على فكره دربت في السعوديه قبل ما اجي مصر في 2009 و2010، دربت 5000 معلمه موجهه واداريه. يعني التجربه دي طبقت في المدينه المنوره في السعوديه قبل سنتين، وبدانا نحول المدرسه من مدرسه غير فعاله لمدرسه فعاله. حوالي عملنا التجربه دي على 20 مدرسه في المدينه المنوره. جينا هنا في شهر واحد بدانا ان احنا نتعاون مع مراكز تدريب لتقديم التجربة ديت بشكل جيد. فقلنا 5000 هناخد من كل محافظة 500 معلم. تمام. مع 20 مدرسة، بداية من المدير إلى المعلم. يعني مش بس المعلم الواقف في الفصل، لا طبعا. الإدارة، ما المدير لو ما خدش العلوم ديت مش هيكون ده سلطة، المدير يعتبر سلطة. تمام. مش هيسهل المهام للمعلم ان هو يحول المدرسة الى مدرسة فعالة. عملتوا ايه؟ يعني انتوا مثلا رحتوا تقدمتوا للوزارة قلتوا يا جماعة احنا منظمة مجتمع مدني عندنا اقتراح او مقترح لحملة
وهنرعاها وهندفعها وكل حاجة، بس احنا عايزين الفرصة ولا عملتوا ايه؟ بدأنا باخترنا محافظة قنا لأن السيد المحافظ اللواء عادل لبيب شخص يقبل التطوير وبيساعد على نجاح أي فكرة. أنا قابلته من قبل 3 أسابيع، رحب جدا بالفكرة، سخر لي المديرية التعليمية كأستاف إداري وكلجنة تطوير لتسهيل المهام، وأول برنامج هيبدأ بكرة في قنا محافظة قنا. 50 مدير مدرسة على مستوى المحافظة هيتم تأهيلهم في 28 ساعة تدريبية خلال المدة دي. وهل ده شيء اختياري؟ يعني أنا هذا مدير مدرسة خلاص، هيجي بكرة الصبح مين اللي هيبلغني إن في والله كورس أو في حملة كده وتدريب معين، وهل أنا ممكن أقول لأ أو آه؟ دي بتبقى ترشيح من المديرية التعليمية محافظة قنا. المديرية في قسم التطوير والتحسين تبدأ ترشح المدراء عندها للتدريب. نبدأ احنا بقى بعد ما ننتهي من التدريب من 28 ساعة نبدأ نختار 20 مدير مدرسة، يعني 20 مدرسة. يبدأوا ال20 مدرسة دول بياخدوا حاجة اسمها وركشوب، يتعلموا ازاي يشتغلوا تيم وورك، ازاي يبقى عندهم ليدرشيب، ازاي يبقى عندهم رؤية، ازاي يبقى عندهم رسالة، وبعد كده يبدأوا يختاروا لنا المعلمين اللي مع كل مدير مدرسة يبدأ يرشح 10 معلمين داخل جوه المدرسة. على أساس قدرته على القيادة، قدرته على صناعة الرؤية، قدرته في ان هو يكون شخص مسؤول، حبه ان هو يبقى مشارك في نهضة مجتمع. في معايير معينة بنبدأ نختار بها المعلم، بنبدأ نختارهم ونديهم التدريب، نبدأ ان نعكس هذا التدريب على الطلبة. يعني احنا حتى هنستثمر الطلبة. يعني التدريب اللي احنا بنتعامل به مع المعلم نبدأ نستثمره مع الطالب في مشاريع اجتماعية. يعني بحول المدرسة من مدرسة مهمشة ملاش دور اجتماعي الى مدرسة فعالة طلابها معلمينها وطلابها، يطلعوا يخدموا الارامل، يخدموا الفقراء، يطلعوا يجملوا المنطقه، يطلعوا يبقى حولت المدرسه. يعني هو يعتبر اعاده زي ما بيقولوا ايه، اعاده تاهيل علمي لو كنا ممكن نسميه كده. يعني بالظبط كده ممكن يعني نقول الكلام ده، زائد ان احنا نكسب مهارات جديده وان احنا نفعل طاقات احنا كمدربين للعلوم الدوليه نستطيع ان احنا نحرك قدرات العقل الباطن، فنجعل الانسان يستثمر ماضيه من خلال اعاده تخزين التجربه، من خلال ان هو يصدر اوامر ايجابيه يخزنه في العقل الباطن وتبدا تنعكس عليه كسلوك. وده اللي محتاجه المعلم. النهارده بنقول رايحين ننهض، يبقى لابد ان احنا نروح ننهض بيه هو الاول في تفكيره في طريقه تخزينه للماضي، وبعد كده نروح نتحول الى الطالب ونجني بقى هو بعد كده. طالما كده كده هي عمليه منطقيه زي بالظبط الاهل والابن، طالما انت حسنتي حال المعلم او طالما المعلم عنده حاجه مختلفه يقدمها، ما طبيعي مين هو اللي هيقدمها له؟ ما هو الطالب. فبالتالي اكيد هيبقى ده ينعكس عليه. عايز بقى اتكلم في نقطه مهمه جدا وهي رد فعل المعلمين على هذا الموضوع. بس أشكرك. هنعمل ايه بقى الاول؟ هنروح نتفرج على فيديو، هنروح نتفرج على تقرير. مش هنروح نتفرج على تقرير واحنا بنتكلم. طيب اوكي، طيب هسالك بقى واحنا بنتكلم، هنشوف التقرير واحنا بندردش كده. طيب عايز اسالك على رد الفعل. يعني النهارده احنا كان عندنا تغطيه كبيره جدا على مدى اشهر لاضراب المعلمين. جميل. وكان كل الكلام اللي بيقولوه هو يا استاذنا حضرتك يعني احنا ازاي هنبقى واقفين، ودي حاجه كانت قاسيه جدا سمعتها ضايقتني قوي. انا بقول لاحد المعنيين بهذا الامر بقول له المعلم يكاد ان يكون رسولا. فاحنا النهارده لما بنشوف المعلمين بيتصارعوا في حاله زي كده بنتضايق. قال انا ازاي اطلب المعلم ان هو يقف؟ هو بقى قال كده، ازاي اطلب انه يقف في فصل ويدرس وهو شربه مقطوع؟ كانت كلمه قاسيه قوي. النهارده رد الفعل لما تيجي النهارده تقول له النهارده في كورس ومش عارف ايه وبتاع، وهو عنده مشاكل وعنده بلاوي وعنده وعنده وعنده، طيب رد الفعل كان ايه؟ سؤال حضرتك رائع. احنا قمنا بتجربه من قيمه شهرين في 12 مدرسه في مدينه نصر. تجربه مدرسه غير الكورس يعني بالظبط. 20 200 معلم قمنا بتدريبهم. دولت دي قاعه كان فيها 50 معلم. انا واقفه بدربهم في مدرسه من المدارس الخاصه. وقسنا التغيير ده بعد التدريب. خرج المعلم من بعد هذا التدريب شخص يمتلك رساله، يمتلك قيم، منظومة القيم عنده بدأت تتظبط من خلال التدريب، امتلك مهارات، وجد أن هذا التدريب أثر عليك على مستوى الشخصي ثم على مستوى الأسري ثم على مستوى أدائه كمعلم. هايل. ده في النتيجة أنا بتكلم الأول على لما أنت بتروحي أو يعني لما بيتم عرض هذه الفكرة عليهم في مقاومة. حد ممكن أيوة في مقاومة مبدئية. ليه بقى؟ مع أول نصف ساعة من التدريب بيكون لها معالجة. المقاومة دي طبيعية. النهاردة لما تيجي تروح لأي موظف هو مش راضي عن نفسه ومش راضي عن راتبه ومش راضي عن حياته، لما تيجي تقول له تعالى أنا هديك تدريب، يا عم تدريب إيه؟
انا مش عايز تدريبات, ده طبيعي. لكن لما بتيجي مثلا مدير المدرسه يبدا يقول له لا التدريب ده هيفيدك, احضر التدريب والتدريب ده هيكون له اثر كويس عليك. ما هقول لك التدريب ده هياخد ساعه ساعتين, ممكن اروح ادي فيها نفس خصوصي. هقول لحضرتك حاجه. الله. جميل 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 مداخله حضرتك, ولكن هو في اول نص ساعه, اول ساعه من التدريب بيبقى مقاوم للتغيير. انا اتفق معاك في كده, لكن عن تجارب بعد ما بتعدي نص ساعه لساعه بيجلس في قاعة التدريب 5 ساعات في 4 أيام ليمتلك الرغبة في ان هو يكمل. متحمس. مش كده وبس. مش كده وبس. ان هو بيبقى عايز ياخد دورات اخرى. ليه بقى؟ خلينا نتكلم بشكل واضح. في فرق ما بين المحاضر يا استاذ شريف وفي فرق ما بين المدرب. المحاضر ناقل المعرفة, يقف في قاعة التدريب يعطي معرفة, راح مذاكر وحافظ كام كلمة فبيديها للناس, فالمتدرب وقتها بيشعر بالملل. اما المدرب بيعمل 4 حاجات في قاعة التدريب, هو يعطي المعرفة ويغير السلوك ويغير القناعة ويكسب مهارة. إذن الشخص البني آدم أيا كان, مهندس طبيب معلم مربي, مش قاعد في قاعة التدريب شايف نفسه عمال يرتقي عمال يعلى. فبالتالي بفطرة الإنسان فطرة طبيعية, أي إنسان فينا بيبقى طول ما هو بيستفيد عايز يكمل, فوجد الاستفادة من أول ساعة فبيستمر معانا يوم واثنين وثلاثة. ولذلك مش نقول مش اي حد يا جماعه يشتغل في التدريب, احنا عايزين مدرب محترف. احنا اول خطوه انا عملتها اول ما جيت مصر ان انا عديت صف تاني, اعداد صف تاني من المدربين. المدرب الفعال الحقيقي الذي يستطيع ان يغير قناعه, يكسب مهاره, يغير سلوك, يعطي معرفه. اكيد.